رجعنا لكم مشاهدينا، بنرحب فيكم مجددا. واولى فقراتنا رح نحكي فيها عن التفكير الايجابي. بالتاكيد بسعى كل انسان قديش يعني بمختلف الاعمار، وين ما كان الزمان والمكان، بسعى دائما انه يعيش ويكون حياته وحياه من حوله ايضا مليئه بالسعاده والنجاح المتواصل في شتى مجالات الحياه. ولذلك دائما بحاول الشخص جاهدا انه يجلب لنفسه ولغيره الطاقه ايضا الايجابيه. لنتوصل لهذه النتائج لابد انه نبدا بانفسنا، بالعقل وبالقلب وبالممارسه ايضا اليوميه في الواقع. الحديث هون عن التفكير الايجابي، هل احنا بنقرر نمارسه او هم مرتبط بشخصيه كل فرد بطريقه مختلفه؟ لدينا الكثير من الاسئله اليوم نطرحها على ضيفتنا، بنرحب فيها من داخل الاستوديو السيده ايضا نوران نصيف، وهي مهتمه في مجال التنميه الذاتيه للانسان. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. بسعدنا جدا وجودك معنا اليوم. شكرا كثير. ومنوره. شكرا ليكي. بداية يعني مع ضغوط الحياة اليومية، كل حدا عنده مشاكله ومعيقات أيضا بحياته، يعني هل إحنا ممكن نكون أصحاب قرار في إنه إحنا فعلا نعيش طريقة يعني أسلوب حياة إيجابي رغم كل السلبيات اللي ممكن تمارس علينا؟ لأنه إحنا بطريقة تفكيرنا ممكن نغير نفسنا أولا، وبنغير الحاجات اللي حوالينا، سواء بشكل واضح بنشوف التغيير أو بشكل تدريجي بيحصل التغيير. وبالتالي إذا أنا بقول إن أنا ببص للدنيا حواليا وببص للمعيقات، ونزلت من البيت النهاردة وأنا بقول أوف الطريق زحمة والدنيا صعبة والاحتلال كل التفاصيل، كل الحاجات دي، هروح محبطة تعبانة مش غير حاجة. بس إذا أنا نزلت من البيت وقلت يوم جديد، كل حاجة فيه حلوة، إن شاء الله كل الأمور ماشية، الحاجات قدامي لوحدها بتتفتح. فإحنا بنقدر أصحاب قرار. يعني هون ممكن كمان يكون سؤالي، هل هذا الإشي ممكن يكون مرتبط بقرار آني؟ يعني أنا بفيق الصبح اليوم بدي أحكي هاي الجملة، فهو مرتبط بهذا اليوم، ولا هو شيء أسلوب حياة ممكن ينعكس بحياتنا، على صحتنا، على شغلنا، على علاقتنا مع الآخرين، علاقتنا حتى مع جسدنا وروحنا، ولا هو بس إذا في هاي اللحظة أنا قلت إنه هلأ أنا قاعدة مبسوطة؟ هو أسلوب حياة، لأنك أنت بتبدي يومك بهذا الإشي وبتطبقيه على كل حاجة في حياتك. فبتبتدي من أول ما نزلتي على شغلك، فأنت طبقتيه في السير، طبقتيه في المكتب مع زملائك، طبقتيه في طول اليوم إيش عم بيصير قدامك من حاجات بتيجي في الشغل. وبالتالي أنت طول الوقت تفكيرك بيساعد نفسك وبيساعد اللي قدامك ان هو يتجاوب معك، وبالتالي الامور بتمشي صح. اذا احنا اشتغلنا بالطريقه دي بنشوف انعكاسها كمان على صحتنا. ان احنا دلوقتي الاحصائيات بتقول ان المشاكل كلها الصحيه هي ناتجه اصلا من الستريس، من الضغوطات اللي موجوده عن الانسان، نمط الحياه السريعه اللي موجود والحاجات الكتير المتغيرات اللي بتحصل في الحياه من يوم ليوم. فالناس كتير مضغوطه، بالتالي هذا بيقول لك السبب الاساسي للامراض هو الضغوطات. اذا احنا حاولنا نساعد نفسنا بان احنا نغير شويه من طريقه تفكيرنا في الحياه، ازاي بنقابل الناس، ازاي بنقابل الاشياء، هذا بيقلل الضغوطات، بيساعدنا نكون بصحه احسن، علاقه حلوه مع الناس اللي حوالينا، شغلنا بننتجه بشكل افضل. طيب الكلام جميل. بس يعني كيف ممكن جد يعني نشعر بهذا الشيء؟ كيف ممكن انا اؤمن انه هاي فعلا طريقه ممكن تاثر ايجابيا على حياتي؟ لو انا بفكر ايجابي، العب معاكي لعبه صغيره بتورينا ازاي احنا بنفكر، ازاي عقلنا بطريقه تفكيره بيأثر علينا. اوكي، وبالتالي استعملي عقلك بعد كده زي ما انت عايزه او زي ما انا عايزه. اوكي، كل واحد فينا عنده خط هنا وخط هنا. اوكي صحيح. حطي الخطين دول على بعض. اوكي، حطي صوابعك على بعض. بصي اكيد في صوابع ايد اطول من الايد الثانيه، صح؟ شايفاها؟ اوكي، دلوقتي انا الصوابع القصيره هرفع ايدي لفوق، هغمض عينيا وهقول ثلاث مرات صوابعي عم تطول عم تطول عم تطول. فوكس على صوابعك. برجع بنزل، بحط كمان مره الخطين على بعض وببص على صوابعي. حصل ايه؟ طول بعض؟ بقوا قد بعض. اوكي؟ دلوقتي هنعمل كمان مرة، صوابعي اللي كانوا قصيرين، هرفع ايدي كمان مرة لفوق، وهقول مرة واحدة وأنا مركزة على صوابعي إن صوابعي عم بتقصر. اوكي؟ برجعهم. وهرجع أحط الخطين على بعض، اللي حصل؟ يعني بس مش عارفة إذا هو هيك حقيقة ولا أنا أقنعت حالي يعني. اجيها لأي حدا في الاستوديو. هل يجرب معك؟ يلا المصورين يبدوا يلعبوا معانا.
هي الشباب من جوا بيحكوا لنا انهم عم بجربوا. اوكي يعني سو هذه بتوريكي قد ايه عقلك ممكن يوجهك، يوجه اي حاجه قدامك. سو انا ممكن اتحكم في اي حاجه قدامي من خلال العقل، لكن اكيد لازم اكون مركزه ان انا اذا انا بقول النهارده يومي حلو، في حته دايما في عقلنا بتتجه للسلبيه، بتقول حلو ايه وفيه بالظبط حواجز، حلو ايه والدنيا زحمه، حلو ايه والناس بتزعق في بعض. لازم نكون فوكس على ان احنا اذا انا بقول النهارده الدنيا حلوه انا هخليها حلوه بطريقه تفكيري، لان احنا شفنا دلوقتي ان بطريقه تفكيرنا ممكن نغير الاشياء. اوكي سو احنا كلنا عباره عن الكون كله، واحنا من ضمن الكون عباره عن ترددات. هاي الترددات كلها بتتجاوب مع بعض. اذا انا ببعت للترددات اشاره بتقول الدنيا وحشه، الدنيا وحشه، كل حاجه وحشه هتجيلي النهارده، صح، وهكذا. فاحنا لما عملنا اللعبه دي هي نفس الاشي، الترددات دي بتتجاوب مع عقلي بيقول ايه، بيبعت ترددات تتجاوب كلها الاشياء مع بعضها. هاي حلو، لازم نبدا نجرب هاي الطريقه. كيف ممكن نربط التفكير الايجابي بنمط حياه؟ يعني بقصد ايش الممارسات اللي ممكن فعلا نمارسها يوميا لتوصلنا نعيش هذا الاسلوب؟ هل ممكن كل يوم نقعد زي ما كيف مثلا اليوغا ممكن تكون اكيد هي جزء من هذا الحل؟ احكي لنا اكثر ايش الاشياء الملموسه اللي ممكن نمارسها. يعني اسهل حاجه ان انا ابدا من نفسي، ابدا من طريقه تفكيري، ابدا من الحاجات اللي ممكن اعملها وانا قاعده دلوقتي. اليوغا يمكن حدا بيقول لك ان انا هروح واحضر حصه وجسمي مش مرن ومش عارف ايه، مع ان اليوغا هي جزء كبير مهم هنحكي عليها بعدين. بس انا ببدا من صباح الخير، من اول ما افتح عيني ببدا منها. ممكن ابدا من ساعه ما نمت بالليل، انه في تقدير لكل الحاجات الايجابيه اللي كانت معانا. يا نوران حاجة ايه ايجابية، انت طول اليوم وانت تعبانة من كذا والتقرير كذا مخلص وفي مشاكل في الشغل وفلان كان يخبطك بالسيارة ده 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 ده. كلنا عندنا هذا الاسلوب، الافكار السلبية بتغلب. بس لو انا جيت في لحظة الافكار السلبية غلبة عليا وعملت بس ورقة في اللحظة اللي بكون حاسة فيها باليأس من كل حاجة، وبديت أدور على الحاجات الإيجابية اللي موجودة عندي، هلاحظ أنها كتير قوي بس أنا مش شايفاها، لأني إحنا في العادة بناخدها أنه هي تلقائي موجودة، الشمس هتطلع كل يوم، يعني ما بنفكرش في هذه النعمة لأنه إحنا واخدينها على طول أنها تطلع. سوف ببدأ من نفسي أنه أول ما فتح عيني الصبحية، واو أنا نمت وصحيت، هاي نعمة، نبدأ من هذه النعمة وصحيت، حتى لو صحيت تعبانة شوية خليني أدي لنفسي الإشي اللي بنسميه تأكيد إيجابي، أنا صحتي كويسة. سو ببدأ من هنا هو، حتى لو كنت تعبانة النهاردة يومي حلو، مش هيبقى حلو، النهاردة يومي حلو، وبالتالي أنا بنيت في راسي إن النهاردة يومي حلو لأن هو حلو، مش لأن لسه يمكن يكون هيبقى حلو. سو فبالطريقة دي بنعملها كأنها إشي حاصل فعلا، النهاردة يومي حلو، النهاردة صحتي كويس، وبمشي بهذا الاتجاه. فدي تبدأ بالحاجات الصغيرة اللي زي كده هو. خلال اليوم خليني أدور على الأشياء الإيجابية، خليني أقعد مع ناس بتتكلم إشي إيجابي، مش لازم أقعد في أجواء سلبية. يعني كمان الناس لهم تأثير أكيد علينا، أكيد أكيد، لأن زي ما قلنا في بداية الحلقة إحنا كل الدنيا عبارة عن ترددات، والترددات دي بتتجاوب مع بعضها، فالترددات السلبية بتجيب سلبية أكتر وأكتر، والإيجابية بتجيب إيجابية أكتر وأكتر. يلا حس بحاجة بسيطة في الحياة، فكري مرة لما يكون الواحد ناوي يجيب سيارة معينة وحاطت في راسه أنا عايز أجيب مثلا سيارة أوبل كذا، لاحظي إن في الفترة دي بتفضلي في الشارع تشوفي السيارة الأوبل كذا اللي ولا مرة لاحظتيها أصلا، ما تفهميش ليه، بس هي كده، لأن الدنيا بتجاوب الترددات اللي في مخنا، وبالتالي بتجيب لنا الحاجة اللي إحنا بنفكر فيها. صحيح. فعشان كده بنقول نبدأ بالتفكير هذا، إنه أنا كل حاجة ماشية كويس. لما أروح أقعد مع ناس أدور مين من أصحابي إيجابي، هذا اللي كنت بدي أحكي لك عنه، إنه أكيد إحنا إذا بنفكر بحالنا نقدر نفهم ونشعر مين الأشخاص اللي حوالينا اللي فعلاً بعطونا الطاقة الإيجابية، ومين في أشخاص اللي بس نلتقي فيها ممكن فعلاً تروح من عنا هاي الطاقة. أكيد وكلنا بنحس بيها، مرات بتقعدي في جلسة بتقولي واو أنا تعبت، أو ترجعي متضايقة من غير ما تقولي حاجة. سوف كمان مهم مين بنقعد معه، مهم إيه بنتفرج عليه، إيه بنقرأ. مش لازم أنا أقعد أشوف طول النهار مآسي على التلفزيون، مش لازم، سواء بشكل مسلسلات أو بشكل الأخبار اللي طول النهار بتبث لنا حاجات صعبة،
مش لازم. أوكي، عايزين نشوف الدنيا، عايزين نسمع الأخبار، ماشي، فليكن مرة مرتين في اليوم، ومش لازم أشوف الحاجات المؤذية، لأن الحاجات المؤذية أصلاً اللي بتحس في نفوسنا هي أصلاً بتكون متجابة علشان بتشتغل على ليفل معين. أنا مش لازم أخد هذا الليفل إذا هو بيوجعني، مش لازم أجيب لنفسي. سؤال مهم، هذا النوع من الممارسة هل ممكن يبعد الشخص عن التفاعل مع الواقع فعلاً اللي بعيشه، أو عملياً رح يخليه يأثر إيجابياً في الواقع اللي بعيش فيه؟ بيأثر إيجابياً زي ما أنت بتقولي، أنت بتصير تشوفي الواقع بطريقة مختلفة، أنت بتشوفيه هنا والواقع هنا، بدل ما يكون كل حاجة عمالة تطاحن جوايا، بصير أنا موجودة وشايفة الواقع بتفاعل معه وتأثر بيه، بس هو قدامي. وبالعكس ساعتها بيكون أحكامنا على الأمور بطريقة أكتر موضوعية مش مشاعرية وبس. فدي كمان حاجة مهم، إيه بنقرأ؟ كمان دي حاجة مهم، نقرأ أشياء ممكن كمان تعطينا أشياء تدينا دفعة، تطورنا، تنمينا، تدينا دفعة، تفتح أفقنا على إشي جديد. إيش هي؟ كمان مهم كتير إن إحنا ندي وقت نهدى فيه، اللي إحنا بنسميه التأمل. الوقت اللي بنهدى فيه، كتير من الناس بتفتكر ان التأمل يعني اقعد واعمل كده ومفيش حاجه تاني. انا بالضبط هيك بفكر، لازم تكون عتمه الغرفه يعني، واذا في ريحه حلوه بتكون تمام. في شيء تاني يعني بعدها؟ يعني انا عايزه اقول ان ابسط حاجه، بس لو قبل ما انام قعدت 5 دقايق على السرير وبس راقبت نفسي، والصبح اول ما صحيت قعدت على السرير قبل ما اعمل اي حاجه وبس راقبت نفسي، بدي نفسي فرصه للهدوء الداخلي. لما بدي نفسي فرصة للهدوء الداخلي بصير أنا أكتر استعداداً لتقبل الأمور، وبالتالي مش هقابل الأمور بخوف وبقلق، لأن أنا من جواتي هادية. وهادي كلنا بلاحظها، إذا شخص متنرفز قدامك وتعرض لموقف، ردة الفعل غير كتير عن شخص بيكون هادي. طريقة تعامله مع الموضوع ما بتكونش ردة فعل الشخص الهادي، بيكون تفاعل مع الإشي اللي بيحصل. ففي التأمل مش بنقعد بس كده، هو احنا بنقعد وبندي فرصة لأفكارنا ان احنا نشوفها وانها تمر قدامنا، لكن احنا بنجري وراها وبنتفاعل معها ولا بنشوف انها بتمر، وبالتالي بنكون موضوعيين اكتر. الصلاة شكل كتير ممتاز من الاشكال الممارسات اللي بتساعدنا على الهدوء، هي روحيا مهمة جدا كمان. جدا الصلاة كتير بتدينا طاقة، بتساعدنا على ان احنا نهدى. الكلمات اللي بنستعملها في الصلاة ليها ترددات بتناسب ترددات الجسم، بحيث تساعدنا على ان احنا نهدى اكتر واكتر. في الصلاة كمان عامل مهم، مهما كانت نوع الصلاة ايه، مين اللي بيصلي ازاي، بس مهم نصليها من قلبنا مش ممارسة روتينية. دي حاجة. الرياضة من الحاجات اللي بتساعدنا كمان، لان الرياضة هي نوع من تفريغ الطاقة بشكل او باخر، فالرياضة بتساعدنا على ان احنا نفرغ الطاقة اللي ممكن تكون مشحونة معانا طول النهار، وبالتالي بتساعدنا على ان احنا نهدى. احنا لما بنهدى وفي نفس الوقت بنشغل نفسنا بأفكار إيجابية، ده كله عامل مساعد. في حاجة كمان اللي هي التوكيد الإيجابي، خليني أقول لنفسي عبارات إيجابية طول النهار، يعني أحكيها يعني بالعلن، أحكي لحالي، أحكيها لنفسك. أحكيها لنفسك، نفرض أنا رايحة على الطريق وأنا مزعوجة أن الطريق زحمة، خليني أقول توكيد إيجابي، أنا هوصل الشغل في الوقت المظبوط. توكيد إيجابي، حتى لو كنت في حقيقة الأمر بتحسي أن هذا مش منطقي، ساعد نفسي على أني لا أشوف أن هذا هيحصل وأن أنا هوصل الوقت. أولاً بتوفر على حالك ستريس ضغط، والتاني أنك أنت مرتاح، يعني على الأقل بتكون مرتاح وهتوصل، مش هتحصل معاك المشاكل اللي هتحصل لو انك طول الوقت خايف، تأخرت، متضايق، اشي من هذا القبيل. فهي هذا النوع من الممارسات يعني بتأمل انه فعلا يكون في يعني محاولة من الاشخاص انه يطبقوا مثل هذه الامور، يعني كلنا بنتعلمها. صحيح، يعني وهي يعني من الواضح انه جاوبنا على السؤال الاول انه هل احنا اصحاب قرار بموضوع أكيد. كيف تكون ممارسة حياتنا، وعن جد انه مهم نبدا من حالنا، يعني قد ايه ممكن يصير في تغير على صعيد الاسره، على صعيد العلاقات الاجتماعيه، على صعيد مجتمعاتنا الصغيره ممكن نشعر فيها أكيد. فانا بدعو اكيد كمان كل الاهل يتعاملوا مع اطفالهم بهذه الطريقه، ويبدوا اكيد بدايه نفسنا. بانفسهم. انا بدي اطلب منك جمله اخيره ممكن تحكيها لكل المشاهدين اللي يعني تستمر معهم على الاقل طول يومهم اليوم، اللي ممكن تحفزهم على التفكير الايجابي، ايش بتقولي لهم؟ ببدا كل يوم واقول النهارده احسن يوم في حياتي. ابدوا يومكم وقولوا احسن يوم في حياتي.
حتى لو النهارده الساعة 10 أحسن يوم في حياتي النهارده. بدي أشكرك كثير إنك كنت موجودة كتير معنا. شكرا كثير ليكي، وبتمنى الخير لك كل. النقاش معك هو خلق طاقة إيجابية وروح إيجابية. بتمنى لك أكيد نهار سعيد، وبتمنى نشوفك أيضا بفقرات، يعني كل فترة رح نحتاج لطاقة إيجابية منك. شكرا كثير لك. إذن مشاهدينا رح ننتقل لصوم وتصحوا اليوم، شو محضرين لنا معلومات أيضا وراجعين نكمل فقراتنا، خليكم معنا.